الشعب العراقي كثير التدخين، يدخن إلى حد الشراهة. ممكن تلقى ناس عندها 6 أصابع، الججارة هي السادس، ما تندب ما تنشمر، واحدة ولا الثانية. الشعب العراقي هو يدخن، الصغار والكبار حتى النساء. بس مواضيع التدخين بيها مضار وبيها كلام وبيها حكي وبيها سوالف، لازم نسولفها. الصحة شو تقول؟ وزارة الصحة تقول العراق يسجل حالة وفاة كل 20 دقيقة بسبب التدخين. يعني هسه أنا أطلع ساعتي هسه بال9:02، بال9:22 إذا ما توفى واحد، لا مو سالفة آيفون، والله آيفون 11، إذا ما توفى واحد يا وزارة الصحة أنا بعد يعني أتلاطم وياكم مثل ما يقول. تقول كل 20 دقيقة يتوفى شخص بسبب التدخين، رقم كبير ترى، مو شوية كل 20 دقيقة. إذا ما نموت بالانفجارات نموت بالخطف، بالدقة، بالعركة، حتى بالججارة. هذا الموضوع أشغل الرأي العام العراقي، لأنه يحبون الججاير، ما يقدر يتحمل بدون ججارة. هو تغدى طق استكان الشاي يظل يفرفح على الججارة. زين، او انا يعني هسه بكل هاي الحالات عادي المدخنين، اكو هذا يدخن بس يستحي، هذا شلون؟ هذا يعني مثلا يطلب من عندك 19 ججارة بالساعة الوحدة، وش يقول لك؟ اريد اقطع تدخين، ما اشتري باكيت. دي اشتري باكيت رحمه ربك، دي اشتري هو باكيت يعني ب 500 الماك، بلف شو اسمه هذا، قلواز مدرستين، ما ادري ايش يصحوا له.